اهلا بحضراتكم من جديد برحب بضيفي اللي منورنا ومشرفنا الدكتور احمد ثابت اللي هنستعرض معاه بقى كل طرق نادي الزمالك بكره او الطريقه اللي هيلعب بيها التشكيل المتوقع ازاي بكره كابتن سامي وصاني يواجه نادي الزمالك ابرز نقاط القوه والضعف في نادي الزمالك دكتور ثابت منورنا ومشرفنا ده نور حضرتك وتحيه لحضرتك كابتن اسامه يعني كده بعد ما عندك <applause> قول لي بقى في البدايه شايف مباراه القمه 124 بين الاهلي والزمالك ازاي؟ اولا مباراه القمه بتبقى بطوله خاصه بتبقى مش يعني ملهاش دعوه بالنتائج اللي قبل كده او بالاداء او بتغيير المدربين بتبقى هي ال 90 دقيقه على حسب حاله اللعيبه ليله المباراه ويوم المباراه طبعا توفيق ربنا قبل كل حاجه لازم اللعيبه تكون مركزه وهي مباراه بثلاث نقط في الاول وفي الاخر طبعا احنا الفرق ما بيننا وما بين نادي الزمالك خمس نقط فهم عايزين ان هم يقربوا النقط يعني لما مم. لما يكسبوا يعني تبقى الفرق مثلا نقطتين لكن مم. النادي الاهلي لما يكسب خمسين بشوفها 50% من الدوري مباراه بكره دي ان شاء الله بتبعد بتبقى مم. 50% ليه لان انت بتبعد المنافس بتبقى الفرق 8 نقط ما بينك وبين نادي الزمالك مم. وبالتالي بتبقى يعني انا شايفها 50% ان شاء الله اللعيبه تكون مركزه وفي حالتها وباذن الله نحقق المكسب يعني باذن مم. الله